بسم الله، السلام عليكم اخوان واخوات، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد من سوق حد سوالم. اليوم 15/5/2022، غادي نحاول نقربكم من الاثمنه ديال انتم كتشوفوا البال وتبن الفوراج والفصه ان شاء الله. تبن وبال جديد قم حياك اخو جبت جديد. الناس كاينين في نواحي تاع سيد العيلي قليل سباس كما سمعتوا الثمن 660 باش كيبيعوا 33 درهم. عاد باش رجع الاخوان البال، هذيك الاسبوع اللي فات فاش صورنا ما كانش. الله يسخر لنا الدراري، الله يجيب لنا التيسي. ها هو هذا، نخليو لكم الرقم تاع التليفون ديال مول السلعه الا بغيت تواصل مع شي واحد كان خاصو شي بال. مرحبا، النمره اخويا 06 41 60 49 99. انتم راكم في النواحي تاع سيد العيد. الله يسخر. تحياتي لكاع المتتبعين ديالنا. قال لي اخوان بغينا الثمن، نعرفوا الثمن تاع التبن جديد او البال جديد. هو هذا الثمن ديالو 33 درهم باش كيبيع هذا السيد. الله يسخر ليه، الله يجيب ليه التيسير. تحياتي للمتتبعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، المغاربه من طنجه للقويره. بغاني يحييكم ويتمنى لكم الخير. الله يسخر لهاد الناس، الله يجيب لهم التيسير. السوق كي داير شويه البيع والشراء مازال مازال. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. البال دير هاد العام؟ دير هاد العام ولا دير العام اللي فات؟ انا تقيدت النمره ديال التليفون شحال من واحد عيط عليا بلا فايده. ياك مكاينش فايده صافي، مكاينش مشكل. عطينا غير الثمن ديال البال باش كتبيع 30 درهم. اللي يبيع يرفد دابا يعيط ياك. كيما كتسمعوا الاخوان كاين التبرزيط على والو والله. هادشي اللي كاين على العموم، هذا كيبيع ب 30. ايوا هذا ولد عمي شغال ديال السلطان. ايوا مليحه جديده جديده. عندنا من القمحه هذا مبارك. وانا ثم ما غنمشي بعد في البلاصه ديال الساسو. ايوا الله يسخر، الله يجيب تيسير لهذا السيد. كيبيع ب 30 درهم. ما غاديش نخليو رقم التليفون ديالو، قال لي برزطوني. غير الخوت الله يسخر لهاد السيد تا هو، الله يجيب ليه التيسير. كما كتشوفوا الباز جديد، الثمن هو هذا. الله يسخر موالي، الله يجيب ليه التيسير. كاين قلت لي فوراج كاين 40 كاين 50، كل حاجه وثمنها. على حساب اش الثمن؟ على حساب الجودة ديالو ولا بلدي ولا رومي؟ لا على حساب الجودة. على حساب الجودة. دابا هذا بلدي ولا رومي؟ لا هذا غير رومي. رومي. عندك حتى البال العادي؟ حتى البال هذاك حتى هو ديال دابا. هادشي كامل ديال هاد العام؟ لا ديال العام اللي فات. هادشي قديم دابا، هادشي ديال العام اللي فات. هاد الفوراج هذا هو تا 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 البال تا الثمن تا هو ديال العام اللي فات. المهم فوراج ما بين 40 و 50 درهم هادشي اللي كاين. والبال ديال القمح 32 درهم. 32 3 كيما سمعتوا 32 30 درهم. الله يسهل لك اخويا، الله يسهل لك، تفك هاد السليعه ان شاء الله يا ربي يسهل عليك. قرب لكم الفوراج باش تشوفوا كي داير بالحب ديالو. كما
تبارك الله يا اخوان ما شاء الله. هذا فوراج عند السيد هذا فوراج ديال هذا العام جديد. شحال بعتي اليوم ولا باقي ما بعتيش؟ مازال عندنا. شحال قاطع انت؟ كنقولوا خويا كنقولوا 1050 1050 فوراج بلدي بلدي. ومنين جايبو منين؟ هذا خويا من برشي. من برشي يقول لي بغى الفوراج مليح زين بالحب ديالو. كي داير السوق في الشاري؟ كاين شويه قاضيه ياك قاضيه ناقصه الشاري قليل على حقاش باقا شويه الماكله موجوده الحمد لله. ان شاء الله تبيع بالرباح ان شاء الله. الله يسهل عليك تخلي لما النمره تاع التليفون اللي بغى شي حاجه يعيطك. قلت لي الثمن مناش الثمن فيكس 1050 ولا 1000 نبيع و 950 نبيع وفينا والشاري ما فيه 950 تبيع والجمله لا شي واحد بغى معاك جمله بغى جمله ثاني نحسبوا لي 900 45 درهم جمله. يلا خلي دير الرقم. قلت لي انت راك كاين في النواحي تاع برشي ولاد حريز. يلا خلي النمره 06 53 98 10 62. هيا خير تبارك الله ما شاء الله عاد حريزي عيطوا ليه الله يسخر. وتبارك الله عليك اخويا الله يسهل الله يسهل عليك اللهم امين. فوراج جديد اخويا جديد هذه فارينه محشوشه فارينه محشوشه ديال هذا العام ديال هذا العام مسبوله. انتم كما تشوفوا الاخوان مسبوله. الثمن اش نعطوك ولا باش بعت؟ الثمن كنبيعو اخويا ب 7.5 750 37 37.5 ياك 37.5 كما كتشوفوا. منين البلاصه هي؟ من برشيد نواحي تاع ولاد حريس. غادي توا نشوف نوريكم السلعه اللي باقي عندك السلع مازال من غير تشاري ومازال عندك في الدار ان شاء الله. نتبيع هنا ان شاء الله وغادي تخلي لي الرقم تاع التليفون اللي بغى شي حاجه يعيط لك. اللهم يسر وبارك. انتم تشوفوا راه اللي بغى يشري راه تيجي يشوف ويتقدى الغرض ولا تصيفط لي في الواتساب. خلي النمره 06 62 82 88 17 25 25 في النواحي تاع برشيد. برشيد النواحي تاع برشيد اللي بغى شي حاجه يعيط ليه. تبارك الله انتم تشوفوا مزيانه البهيمه هذه حاجه ما يخليوهاش فيها اغلى من كار كلشي كما كتشوفوا بسبوله. قرب شويه الكاميرا باش تبان لك مزيانه خوت. تحيه لكاع المتتبعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. مرحبا بالجميع وتحياتي لكل المتتبعين الاوفياء الناس كيخليو لنا تعاليق زوينه. المهم اخوان حتى الناس اللي كيكريتيكو ماشي مشكل غيكون كريتيك كما قلت لكم بناء. والله يسخر الجميع وتبارك الله عليكم اخوت. الله يحفظكم على التشجيعات والدعم لا متناهيه الليله. فصا اخوان تبارك الله ما شاء الله مليحه بالام دكوكه مزيان مليح الناس العبينا هنا كتبيع بشحال؟ 5 75 75 درهم. منين هي؟ من فقيه؟ من فقيه بن صالح. طيب بن صالح وانت تتا منين؟ من فقيه نيت؟ انا من سوق السبت من فقيه بن صالح. اي سوق السبت ولاد النما. هكا كيما تشوف السلعه راه مليحه. لا راه ما نعرفوش الثمن كاين. الثمن كاين. البيع شويه راه ما كاينش البيع ثقيل. هو البيع ثقيل. البيع ثقيل. البيع راه ثقيل بزاف. المهم حنا غاديين دارجين مع السليان حنا من البارح حنا هنا. من البارح كتجيو كتجيو. كتجيو بكري. تباتوا هنا باش يلا يلا تصبحوا هنا. والله يلا كيف ما كتشوف غندوزو مع البال تسقيط مول البالام وجوج مول خمسة. هاهي هادشي اللي كاين دابا هادشي اللي شفته أنا بعيني. ترى راه كاع ما قابلينش السلعة اللي هي. ما قابلينش تمام. الجملة اللي كت لا لا لا. ما كاينش من الجملة أصلا. قليل. ما كاينة 10 20. المخير كيدي 20. لي لي اللي يقدر كيدي 20. كاع اللي يقدر. الجملة ما كاينش. بالنسبة بالنسبة للفصة الجديدة. بالنسبه للفصه الجديده خويا راه انا ما ندخلهاش ولا هي الثمن ديالها عطينا غير هي الثمن ديالها راه كاينه 60 60 تحت هادشي اللي كاين 60 هادشي اللي كاين هادشي بالنسبه للسلعه النقيه راه كاين الثمن كما كنشوف. هيا نوري المشاهدين ها هي
غادي انا اخوان نخليو لكم الرقم تاع الصديق ديالنا اللي من سوق السبت ولاد النمه، الله يسهل عليه. تاهو كما سمعتوا البال الجديد 60 لتحت، يعني يقدر يكون 55 درهم ممكن. وهذا البال، هذا البال المليح 75 درهم. نخلي لكم رقم التليفون ديالو اخوان، وغادي نختموا ان شاء الله الفيديو. والدعم ديالكم يا اخوان والله مشروع، تبارك الله عليكم والله يسخر. دابا انا صيفطني عاطيني الفلوس كان عاد دابا قلت لي 14 والله ما قلت لك ندوزو للكرمه والله ما قلت لك شي حاجه. خلي لي الرقم التليفون وقضي غرض مع السيد الله يسخر. 06 18 75 65 65 59 59. والله يسهل عليكم، تبارك الله عليك.